أسماء مكاوي علوي، مهندسة في مراقبة جودة المياه، مختبر ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إقليم الناظور. بعد الشكاية اللي كنا شفنا في الموقع ديالكم، حنا انتقلنا باش نشوفوا المشكل عندكم هنايا في عين المكان. بعد المراقبة اللي درتو، العينات اللي خديت، يعني كيتبان لينا أن ما كاين عنده حتى شي مشكل، يعني جودة المياه راها مزيانة. بالنسبة للماء يعني الصالح للشرب، يعني لقينا بأن ما كاين فيه حتى شي مشكل. ربما كان احتمال أنهم عنده شي مشكل داخلي للسيد في البيت ديالو، لأن حتى ما خديناش عينة غير هنا، خدينا عينات من الجيران من مواقع أخرى يعني في الحي، يعني ما لقينا عندهم حتى شي مشكل. ومن بعد ما سألنا السكان يعني اللي حاضرين اللي شدنا معاهم وخدينا من عندهم عينات، يعني تبين لينا أن حتى واحد ما تشكى بأن كان عنده شي مشكل في الدار. فإذا المشكل اللي كاين عند هذا السيد هذا أنه كان ربما شي حاجة عنده الداخل، يعني رجعت له في الماء، يعني ربما شي بوسيتو او شي بوتيه عنده رجع له الماء منها، وهي اللي عطات ليه داك المشكل. المهم الحمد لله ان ما عندنا حتى شي مشكل هنايا في هذه البلاصه، الماء راه مزيان الحمد لله، يعني الجوده ديالو. راقبت هنايا في عين المكان، وغناخذ ان شاء الله عينات المختبر، غادي نعاود ندير مراقبه ديالها يعني باش نطمئنوا على السلامه ديال السكان، وان الماء الصالح للشرب راه في جوده عاليه. الحمد لله وشكرا.